صباح لحضراتكم مرة تانية، وقعدتنا في صباح الخير يا مصر. دايما بنبدأ مع حضراتكم بتذكيركم بأهم الأخبار والأحداث اللي حصلت امبارح، ومن أهمها تلقي سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي لاتصال هاتفي من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في إطار التشاور المستمر بين الرئيسين فيما يتعلق بمستجدات التصعيد العسكري في قطاع غزة. وتم استعراض الجهود الدبلوماسية الجارية سواء على مسار التهدئة ومنع تفاقم الصراع وتوسيع دائرته، أو على المسار الإنساني الذي تقوم به مصر بجهود مكثفة لتنسيق وتسهيل المساعدات الإنسانية والطبية والإغاثية لأهالي قطاع غزة. كمان امبارح الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء أجرى زيارة مهمة جدا لمحافظة بورسعيد، تفقد الشبكة الوطنية للطوارئ وتوسعات مصنع إطارات السيارات ومجمع الصناعات المغذية 3 يوليو، كمان شهد افتتاح المركز اللوجستي للخدمات الاستيرادية للمنطقة الحرة. تفاصيل هذه الأخبار وأخبار تانية هنعرفها في التقرير اللي جاي. أخبار كتيرة مهمة حصلت امبارح، أبرزها تلقي الرئيس عبد الفتاح السيسي اتصال هاتفي من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، وده في إطار التشاور المستمر بين الرئيسين فيما يتعلق بمستجدات التصعيد العسكري في قطاع غزة. وتوافق الجانبان بشأن خطورة الوضع الحالي، خاصة مع تزايد حدة التداعيات الإنسانية على المدنيين. وفي هذا السياق استعرض الرئيسان الجهود الدبلوماسية الجارية سواء على مسار التهدئة ومنع تفاقم الصراع وتوسيع دائرته، أو على المسار الإنساني اللي بتقوم فيه مصر بجهود مكثفة لتنسيق وتسهيل المساعدات الإنسانية والطبية والإغاثية لأهالي قطاع غزة. امبارح استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي هاكان فيدان وزير خارجية تركيا بحضور سامح شكري وزير الخارجية واللواء عباس كامل رئيس المخابرات العامة. تناول اللقاء التباحث بشأن مجمل تطورات التعاون الثنائي بين البلدين، وتم الإعراب عن التقدير للتطورات الإيجابية اللي بتشهدها العلاقات المصرية التركية واللي بتتم في إطار من الاحترام المتبادل والمصلحة المشتركة، مع تأكيد أهمية مواصلة العمل من أجل دفع مسار العلاقات بين البلدين والانتقال لمرحلة جديدة خلال الفترة المقبلة، فضلاً عن استمرار الخطوات المتبادلة والبناء على التقدم الملموس في سبيل تفعيل مختلف آليات التعاون الثنائي. امبارح اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي مع اللواء أحمد العزازي رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة. تضمن الاجتماع استعراض تطورات العمل الجاري في عدد من المشروعات القومية ومتابعة الإطار الزمني لتنفيذها والانتهاء من إنجازها. امبارح استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي عثمان صالح وزير الخارجية الإريتري ويماني جبر أب مستشار الرئيس الإريتري للشؤون السياسية، وده بحضور سامح شكري وزير الخارجية واللواء عباس كامل رئيس المخابرات العامة. وتسلم الرئيس السيسي رسالة خطية من أخيه الرئيس الإريتري أسياس أفرقي، تضمنت الإعراب عن تطلع إريتريا لتطوير العلاقات الثنائية مع مصر على مختلف الأصعدة في ضوء ما يربط البلدين من أواصر أخوية، خاصة في الوقت الراهن اللي بيشهد فيه المحيط الإقليمي العديد من التحديات المتلاحقة، مما يتطلب تكثيف التشاور والتنسيق المشترك. امبارح أجرى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء زيارة لمحافظة بورسعيد لتفقد وافتتاح عدد من المشروعات، حيث تفقد الشبكة الوطنية للطوارئ اللي بتولي الدولة اهتمام كبير بيها، وشهد افتتاح المركز اللوجستي للخدمات الاستيرادية للمنطقة الحرة التابع للجهاز التنفيذي للمنطقة الحرة ببورسعيد. كمان تفقد توسعات مصنع بيراميدز لتصنيع إطارات السيارات ومصنع غازات للغازات الطبية والصناعية جنوب بورسعيد، وتفقد أيضاً مشروع إنشاء مجمع الصناعات المغذية 3 يوليو ببورسعيد وأعمال تطوير الممشى السياحي بمحافظة بورسعيد. امبارح أكدت الحكومة زيف الصفحات الإلكترونية المتداولة اللي بتزعم تبعيتها لإحدى شركات بيع الأجهزة المنزلية بالتقسيط، وتعلن عن توفير قروض للمستهلكين شرط الإدلاء ببياناتهم الشخصية. وتم التشديد على أن تلك الصفحات مزيفة وغير تابعة لأي كيان تجاري قانوني، وبتستهدف استغلال البيانات الشخصية للمواطنين واختراق حساباتهم البنكية، مناشداً المواطنين عدم الإدلاء بأي معلومات عن حساباتهم أو التعامل مع أي صفحة إلا بعد التأكد من تبعيتها لكيان تجاري قانوني، تجنباً لوقوعهم في محاولات نصب. امبارح انطلقت القوافل الشاملة للتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي وحياة كريمة اللي بتضم قرابة 106 قاطرة محملة بكميات ضخمة من المساعدات الإنسانية، تتضمن 1000 طن من المواد الغذائية واللحوم و40 ألف بطانية، بجانب ما يزيد عن 50 ألف قطعة ملابس وأكثر من 300 ألف علبة من الأدوية والمستلزمات الطبية، وده لدعم الأشقاء في فلسطين جراء أعمال العنف اللي شنتها قوات الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة. وده بيأتي بالتزامن مع تدشين كيانات التحالف الوطني بالتعاون مع وزارة الصحة وبنك الدم أكبر حملة للتبرع بالدم تحت شعار
قطرة دماء تساوي حياة بكافة محافظات الجمهورية. أما بالنسبة لأخبار المحافظات، في الوادي الجديد تم إطلاق الملتقى التسويقي الثالث للتمور بأرض المعارض بمدينة الخارجة. في محافظة الغربية تم تحصين 36 ألف رأس أغنام ضد المجترات الصغيرة. أما في الشرقية فتم الكشف على 2800 مواطن في قافلة طبية ضمن حياة كريمة. وفي البحر الأحمر مطار مرسى علم هيستقبل 138 رحلة طيران دولية سياحية على مدار الأسبوع. محافظات مصر شهدت امبارح أخبار وأحداث كتيرة. في الوادي الجديد انطلقت فعاليات الملتقى الثالث للتمور بأرض المعارض بمدينة الخارجة بمشاركة عدد من القيادات التنفيذية والشعبية وعدد من أساتذة البحوث والجامعة والخبراء والمنتجين والمصدرين، بالإضافة لمشاركة 100 عارض في المهرجان. في البحيرة نفذت مديرية الزراعة حملة لمكافحة القوارض بعد حصاد المحاصيل الصيفية مباشرة، وده في مراكز المحمودية، الرحمنية، دمنهور، إتاي البارود، شبرخيت، كفر الدوار، وجاري التنفيذ حاليا بمركزي أبو المطامير وجناكليز. في الغربية أعلنت مديرية الطب البيطري أن إجمالي ما تم تحصينه 36 ألف رأس أغنام على مستوى المحافظة خلال الحملة القومية لتحصين الأغنام والماعز ضد مرض طاعون المجترات الصغيرة بجميع قرى ومراكز المحافظة، وده حفاظاً على الثروة الحيوانية اللي بتمثل جزء من الأمن الغذائي المصري. في المنيا أعلنت مديرية الصحة تنفيذ 4175 ندوة للتوعية والتثقيف الصحي و535 لقاء جماهيري على مدار شهر سبتمبر الماضي عن طريق فرق التثقيف الصحي بجميع الإدارات الصحية بمراكز المنيا التسعة. في البحر الأحمر بيستقبل مطار مرسى علم الدولي 138 رحلة طيران دولية تصل خلال الأسبوع، وبيتم تطبيق الإجراءات الاحترازية والأمنية على الوافدين بداية من وصولهم أرض المهبط حتى وصولهم للفنادق المختلفة. في الشرقية أعلنت مديرية الصحة تنفيذ القافلة الطبية العلاجية الشاملة بمركز ومدينة كفر صقر اللي استمرت لمدة يومين واشتملت على 14 عيادة في التخصصات المختلفة، وقامت القافلة الطبية خلال اليومين بتوقيع الكشف الطبي المجاني على 2800 مريض. في الفيوم انتهت مديرية الموارد المائية والري من تنفيذ 18 مشروع للري خلال شهر سبتمبر، فيما يستمر العمل في 22 مشروع آخر، وده ضمن خطة الدولة لرفع كفاءة وتأهيل المجاري المائية وتبطين الترع، مع التوسع في تنفيذ مشروعات الري الحديث بهدف الحفاظ على خصوبة التربة وزيادة إنتاجية الأراضي الزراعية.